لسان معارضيك. يقول معارضوك إنك تغارين بشدة من الموهوات اللبنانيات اللواتي يعملن في السينما والتلفزيون المصري، وتقولين إنك ضد الاستعانة بممثلة سورية أو لبنانية لأنهن يحملن مؤهلات جنسية فقط. هذا الكلام قيل في مجلة سيدتي المعروفة بمصداقيتها وانتشارها الواسع عام 2009، وتتابعين فلماذا استخدامهن وتعليمهن؟ أول حاجة أنا مقطع الجرايد والمجلات بقالي حوالي الصحافة عمتاً بقالي 3 سنين ومرتاحة. وإيه بس مجلة سيدتي أنا أشهد لها، بس أنا أشهد لها، ولكن بعض الأحيان بيحصل مشاكل حتى مع المجلات الكبيرة. فبغض النظر مش هتكلم في ده، أنا هرد رأيي اللي أنا قلته في كذا حتة قبل كده. أنا مش ضد أي موهبة لبنانية أو أجنبية أيا كانت، عربية غير عربية، إن هي تخش، لأن أنا المجال أو السينما المصرية أو الدراما المصرية هي الدراما العربية. ومش شيء جديد إن يبقى فيه فنانات وسطينا عربيات غير مصريات. أنا اللي اعترضت عليه حاجة واحدة بس، يعني أنا لما أجيب واحدة فنانة لبنانية سورية أيا كانت جنسيتها، ما أجيش أحطها في دور بنت بلد مصرية قاعدة في حارة ساكنة فوق سطوح بنت بلدي وهي عندها لكنة مش عارفة تنطق عربي صح. ده اللي أنا قلته، أنا مش ضد الاستعانة بفنانات عربيات لأن دول موجودين من أيام من زمان، يعني من أيام الجدود، فده مش حاجة جديدة. اللي أنا بقوله إن لما نستعين في ممثلة عربيات زي يعني هند صبري بتتكلم مصري زيي ويمكن أحسن مني، شكراً، ما بحسش شوية بتعمل دور إنها مش مصرية. في فنانات تانية بدون ذكر أسماء عندهم عندهم مشكلة في النطق لحد دلوقتي. نيكول سابا منهم؟ لا، نيكول ما عندهاش دي، بس في ما اتفرجتش على هيفا وهي بتمثل، فما فيش داعي نقول الأسامي، بجد ما شفتش دكان شحات. مثلا في بعض الناس أذكياء على ما أتقنوا اللغة كانوا بيتسكنوا في أدوار لايقة عليهم، منهم من الأذكياء دول نور. ممثلة نور أنا عملت معاها، كانت طالعة في دور معايا في سنة أولى نصب، مامتها إيطالية، فده برر اللكنة اللي عندها شوية. طيب أنا صدقتها. حضرتك خريجة معهد فنون؟ لا. شو؟ سياحة وفنادق قسم إرشاد. طيب سياحة. يعني أنت يعني نستطيع أن نعتبر أنك أتيت إلى عالم التمثيل من ممكن عرض الأزياء أو ملكة جمال مصر سنة 1990. بس ده أنا مثلت يعني بعديها بعشر سنين. أوكي. بس يعني أتيت بمؤهلات جمالية وجسدية إلى التمثيل، وليس أنا عمري ما قلت الكلام اللي تقال، أنا اللي قلته أكيد عاوزة تمديد لتوضح الرأي. تفضل، فرح ردلك الجميل. أوكي. ناخد تمديد. أنا اللي اعترضت عليه إن أنا أجيب حد ما هواش نجم في بلده، لن يضيف إلى الدراما، وجاي ما بيتكلمش مصري كويس، ويبتدي يعمل الأدوار الصغيرة اللي ابن البلد عندي محتاجها. طب هات واحد، طيب هات واحد يعمل دور، هات واحد يعمل دور صغير، بس let's say انه مثلا بيعمل دور اجنبي. داعي شخص خريج معهد فنون او ممثل او دارس تمثيل، الموهبة ليس لها او دارس علاقة تمثيل، هو ان يطالب بحقوق الممثلين. ليس لها علاقة. ما هو الناس ايضا، انتوا اخدين دور. انا عضوة نقابة، ما تقوليش ان كل هل عضوة نقابة بعد ما مثلت سيدي الفاضل؟ طيب. ما كانتش لحظة واحدة اجابتي حضرتك، ما حضرتك اخدي محل ناس قاعدين بالبيت لانه هن خريجين. لا 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 لا، بص في حاجة اسمها لانك ملكة جمال وشكلك حلو. لا لا لا، ده ممكن عشان شكلي حلو وفي بنات احلى مني مليون مرة، بس الجمال وحده مش هيخليك تفضل كل الفترة دي. يعني الجمال ممكن يخليك تشتغل مرة اتنين تلاتة، بس مش هيخليك تكمل. ده بقى لازم يشتغل. فأنا مش بتكلم خالص، أنا ما بقولش مين جاي منين. سعاد حسني موهبة ما فيش بعدها موهبة، ما كانتش خريجة معهد سينما، فأنا مش هتكلم. وبعدين في خريجين معهد، معلش أنا أسفة، ما لهمش علاقة بالكاميرا، ولا يعرفوا يقفوا قدامها، ولا يعرفوا يقولوا أي حاجة. الموهبة ما لهاش علاقة بالدراسة على الإطلاق. بس حضرتك مين لتقييم هؤلاء؟ يعني بصفة أنا ما شو عم بتقيميهم إذا هني خرجوا وقفوا قدام الكاميرا ولا لا؟ أنا ما بقيمش، أنا بقول في ناس
انت عايز تقولي كل خريجين المعهد الجنسية عايز اديني فرصه ارد يعني راح يخلص التمديد المؤهلات الجنسيه اللي حكيتي عنها انا ما قلتش كده في بعض الناس عندهم المؤهلات دي بيشتغلوا على جندة عشان بيعملوا حاجات في ناس تانية ما بيرفضوا يعملوها واهلا بيهم انا ما برفضش على فكره ان هم يجوا انا بتكلم على الادوار الصغيره اللي بتاعت واحد بيجي ياخد 2000 3000 جنيه وهو ده اللي بيشتغله ده شغله ابن البلد اللي مش لاقي ياكل هو ده اللي انا بدافع عنه مش بدافع عن نجوم النجم في بلده او هنا هو نجم حقق نفسه بيبيع انت بتجيب قرش تساوي قرش شكرا والله حاسس انه خلص الوقت اتفضل